فاس والكلاس هي عائلة واحدة، وإحنا فخورين ما ينجز لا على مستوى فاس ولا على مستوى الصناعة التقليدية في الاقتصاد الوطني ديالنا. كيبرهن كذلك على المهارات اللي إحنا كنعتزوا بها واللي كتنتقل من جيل إلى جيل، ومناسبة كذلك باش نحتفلوا مع الساكنة ديال مكناس بمناسبة الالتفاتة المولوية السامية والانطلاقة ديال برنامج إعادة الهيكلة ديال المدينة العتيقة ديال مكناس. مكناس كانت دائما عاصمة ديال الخشب معروفة، الآن كانت كتعرف وطنيا، والآن بهذا المعرض في الدورة الثالثة ديالو أصبح الإشعاع يتحدى الحدود بالمساهمة والمشاركة ديال واحد العدد ديال الفعاليات اللي جات من خارج المملكة.